السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير يا جماعة. رفقكم بالناس، ترى هذه الأجسام اللي تشوفها والناس اللي قاعد تضحك وتبتسم، ترى دواخلها هذه ما تعرف إيش فيها، فيها بعضها من الهموم الله بيعلم. فرفقكم في بعض الكلمات يعني تهد ولا تخلي. دخلت في مكان في مطعم ولقيت واحد من الموظفين جالس كده وبين عليه كده مسرح، فحبيت أمزح معه. هو كان أخ سوداني، فقلت له يا زول الحياة ما تستاهل. فجر يبكي، فجعني والله، إيش بو صلى على النبي، الأمر سهل يا حبيبي، إيش بك؟ فقال لي يا شيخ في قلبي شوك. إيش بك؟ قال والله لي سنتين عن والدي، عن أبوي وأمي. فعطيته من الكلام اللي يعني يطيب على خاطر، لكن شوف هو كان منتظر منك الكلمة هذه عشان هو يحط اللي في راسه كله. ترى كلامنا لازم نوزنه ونعرف أن الناس ترى مليئة بالأشياء المتعبة تحتاج مني صبرها ويسمعها كلام حلو. أرجوكم شوي شوي.